أنا ما عدت زعيم هلأ. مين بده يصير الزعيم؟ قلب أصلان مثلاً؟ ما عم احكي عن هون الياس، عن الطاولة. أنا هلأ ما عدت زعيم الطاولة. كيف يعني رئيس؟ اليوم رحت لعند أونال وقلت له لا عاد تشتغل بعيلتي أبدا، وتخلى عن تنصيب أو تقييم حدا من عيلتي على هي الطاولة، وخليني أعطيك الزعامة. قال لي عم تخاف من شي؟ قلت له إيه عم خاف، ما عم أقدر سيطر على ابن أخي، وما عم أقدر سيطر على أخي كمان. طيب شو معنات ما عم أقدر سيطر على أخي؟ هل حكي بيليق عليه؟ إيه بيليق يا الياس، كل اللي قاعدين على كراسيهم مبسوطين، بس الكرسي اللي قاعد عليها أنا مانا مريحة، عم تضايقني. على خير يا ريس، بس مو بإيدنا إلا ما نزعل. شو بعمل يا سروات؟ يعني اخسركم كلكم واحد واحد وبعد منا اطلع واتجول وقول انا اكبر زعيم؟ لا يا ريس، بس يعني بهالايام عم تحوم فوق راسنا بلوه فيكتور، وراح تاثر علينا سلبا من الناحيه الاقتصاديه. قال بتاثر علينا اقتصاديا؟ احسن ما نتقوص ونخسر بعض معلم سروات. لا تترك لا الزعامة ولا شي يا اخي، انت وين ما بتقلي عود رح اقعد، والمكان اللي ما بدك اقعد فيه ما رح دوسه، بس انت ما بيصير تترك الزعامة. انا سلمت ومشيت. ووزر سلم مكانه ليالمز. رئيس، هذا أوزر طلع رجال قبضاي، شو رأيك تدخله لفريقنا؟ ما بدي إياه يعرفكن على حقيقتكم بالمرة يا صوص. طيب ليش هيك؟ بس فهموني، شو ما عاد في عنا أسلحة؟ شو ما عاد عنا قنابل؟ شو ما عاد عنا أعداء نصفيهم حتى تقول إنه خفنا وخسرنا وتترك الزعامة ببساطة؟ لو خسرنا قلب أصلان مبارح شو كنا عملنا يا صهر؟ لا الله لا يقدر رئيس، بس كنا أخذنا بيتارنا. كنا أخذنا بيتارنا لكان، وبهالحالة بيرجع لنا قلب أصلان. أصبح خلينا نغير القطاع يا أخي، وخلينا نعمل يلي قال عليه شاهين. الله يستر وما يصير شي لابن أخونا وما ينأذى حدا منا. بالنتيجة رح نضل هون، يعني معقول نشتغل بالسيارات؟ بس هيك مسجل على الأرما. إذا اضطرينا منشتغل. أي طيب ابن أخوك شو رح يعمل؟ بدك تخليه يغسل سيارات قدام الباب؟ بالوقت يلي فيه براسه كل هالخطط؟ ما شاء الله كبر. رح ينشغل بحراستي. ما فهمت يا رئيس. رح فهمكن، طالما ما عم اقدر طالعه من عالمنا فرح خليه يضل يتجول جنبي. انا كيف بلشت بهالشغل؟ كنت جنبه لاخي. وانت كيف بلشت؟ كنت جنبي من خلال الحراسة ومن خلال القيادة، وهو رح يبلش من الصفر.
ريس روحي فداك، بس الشاب مبارح كان قاعد على الطاولة وعلى كرسي الزعامة، هشيم رح يجرح له كبرياءه. هذا اللي بقصده تماماً، حطم له كبرياءه مثل ما أنا اليوم صغرت قدامه لأونال بسبب كبريائي وكبر راسي. أنا بدي حطم كبرياء قلب أصلاً. وهلأ اسمعوني كلكن، إذا واحد منكن بيتعاطف معه شوي أو واحد منكن بيسقي حتى كاسة شاي، باخدكن لساقي وبخنقكن فيها كلكن. اشربها اشربها لهي، عملت لك شوربة بمرقة الدجاج كتير منيحة مشان عظامك. ماني مكسور يا ستي. اشربها مشان ما تنكسر عظامك، هذا المقصود. ماشي عمي. بما أنه قلت ماشي عمي، وبما أنه الكل موجود، بالعادة بالبيت ما بحكي بالشغل، بس كل الموجودين لأنهم عم يفكروا بإني ما عم أعمل شي مشانك فرح أحكي. كرسي اللي على الطاولة رجعته لأونال، ومقابل هالشي طلعتك برا. مشان ما تتدمر حياتك. ومشان ما تنتحر. بس لأنه ماتت حبيبتك. مشان ما تحاول تموت كل يوم، ومشان ما تقتلنا كمان معك كل يوم. بكفي بابا، خلص فهمنا. زينب الفهمانة، عمر انت فهمت يا ابني؟ ايه فهمت ابي. منيح، وعمر فهم. لطفية شو وضعك؟ شو بيفهمني أنا؟ لطفية ما فهمت لأنه عم تقوم بشغلة وما عم تتدخل بأموري. إسراء أنت فهمتي شي؟ أنا بالأساس ما بدي أفهم. إسراء ما بدها تفهم لأنه هيك سعيدة، ولأنه هي ما بتسمع إلا اللي بيقلها عليه الياس. إيه طيب، يا ترى انت فهمت يا عين عمك؟ ايه فهمت عمي. وشو فهمت ابن اخي؟ احكي. كلياتنا فهمنا خضر. باخر المطاف عامل شي منيح مشان قلب اصلا. مو باخر المطاف، نحن لسه بالبداية. من بكرة بدك تبلش بتدريب المافيا. لأنه ما حدا بيصير هيك ريس على الجاهز. ومن بعد هلأ ما بتغيب عن عيني ولا لحظة. أنت بدك تصير ظلي وين ما بروح معي. شو القطة يا باديغارد؟ شرف كبير إلي عمي. لا تسمعه، لا تسمع أي شيء، ما بتسمع إلا اللي بيقلك عليه عمك خضر وبس.
ما كان باقي تعمل إلا هالشي؟ ما كان باقي إلا تجيب المافيا على السفرة. ولأنك عملت هالشي أنا ما عاد أقعد أكثر من هيك على هاي طاولة. ودي مكانك! طالما نحن عيلة رح نحكي كل شي على هاي الطاولة. أبوكي معه حق، بدك تعدي نحن عيلة ولازم نحل كل مشاكلنا مع بعض، وأنا عندي شي أقوله كمان. رح تروح علي الصلاة؟ أنا أي صلاتك بتتأجل أمي، أنتي عم تهربي، أنتي كبيرة هاي العيلة، خليكي مطرح مو قاعدة. أمي بلكي في سرسرة بتكون أحلى من الصلاة عندك. ما عندي شيء أحلى من الصلاة، وبعمري ما هربت. أنتوا اللي لازم تدوروا على مكان وتهربوا له. بكرة المساء في عنا عشاء. نحن كل مساء عم نتعشى مريم. رح يكون في عنا ضيف. هي على رأسنا مين ما كنتي عازمة. رح ناكل برا. وهالشي بيناسبني. قليلي مين ضيفنا؟ محاميتي اللي هدد الياس بالقتل. عن إذنكم أنا بدي أطلع على غرفتي، وأنا حابة إنه كل أوامري تتنفذ. عمر أنا هلأ ماني حابة أي حدا يقوم عن هاي الطاولة. المهم الشي اللي عم تطلبيه مو هيك يا مدام؟ طبعا. طيب شو رح نحكي مع محاميتك غير اللي حكاه مع الياس؟ احكي. يعني أنتو مو خجلانين من حالكم تهددوا مرة؟ مرت أخي ما في لا تهديد ولا شيء، لأنه ما في تهديد أكبر من قصة حدا غريب يتجرأ ويتدخل بأمور عائلتنا. هالشي خط أحمر. بس أنا اللي دخلتها بأمورنا العائلية لهي المرة، لأنه اللي بدي إياه نقعد كلياتنا كعائلة قدام هاي المحامية ونحكي إذا كنا رح نطلق ولا لا، مين من أولادنا عم بيفكر بهذا الموضوع. ماني حابة يجي يوم وولادي يقولوا إنه أنا اللي طلبت الطلاق من أبوهن وأبوهن تخلى عني بسهولة. ما بدي الياس يقول إنه أنا اللي خربت هالعيلة وهدمتها. منيح، بس ليش المحامية؟ محلولة، فيكي تحكي قدامي وقدام قلب أصلان. حابة أحكي قدام حدا غريب عنكن، لأنه وقتها كل واحد بيلزم حدوده وبيعرف شو بده وبيقول اللي عنده. مريم ليش هالحكي الفاضي؟ خلصنا عشا ومنتعشى، شو رح نموت يعني؟ خلص انت بتقولي اللي عندك وبتطلبي اللي بدك اياه من هالغريبة، ونحن رح نتسمم اكلنا وبنسمع لك. حبيبتي عايشة، بتعرفي انك حملتي بالوقت المناسب؟ لولا هيك اكيد بعد عناد مريم على طلاقها كانت خلتك تتطلقي. يا حول الله، يعني هلأ شو علاقة حمل الولد بالطلاق يا أخت مبجل؟ فهمينا. وكأنه الكل نقط لير الذهب كاملة وأنا نقطت نص ليرة. والله نقطت ليرة ولا نقطت نص، هاي أنا ما بفهم فيها يا صوص، بس أكيد مريم متزاولة منك. هلأ أنا شو أقول؟ الله يسامحها يا صهري. لكن الزعامة طارت منا وليكو، أنتو بشو عم تفكروا؟ لو بيقولوا لي طلقها لمبجل من شان الرئيس يصير زعيم من جديد، ما بوقف ولا دقيقة، بطلقها. شش. يا داهية عمهلك شوي. الأخ ثروت اللي عم يحاول يقوله كل واحد ملتهي بهمه، وابن خالتي ما حدا عم يحاول يخفف همه. إذا هو بيخسر نحن كلياتنا منخسر بما فيهن مريم. هالشي ما حدا عم يحسب حسابه. يا خديجة أنا من الصبح عم بعمل حساباتي، بس لحد هلأ ما وصلت لشي. بس فيني أقول إنه نحن انتهينا،
نحن انفضحنا، يعني اعتبارا من بكرة رح اضطر اتنكر مشان ما حدا يعرفني. ليش الوضع سيء كل هالقد؟ سيء يا آيشن سيء. بالوقت اللي الكل عم بيقولوا انتو صرتوا الزعماء رح يقولوا اونال طردوا للريس خضر، ما رح ينقال انه الريس هو اللي ترك الزعامة. ولسه أنا ما حكيت عن الجانب الاقتصادي بالموضوع. اي صح في شغلة ثروات، انت كيف بدك تدفع للخمسين ألف لهي نورتان كل شهر؟ عم قول شو رأيك نصرف هدول ذهباتنا يلي نحن لحشينهم هون وهون؟ ذهب شو بيع شو؟ شو عم تقولي؟ بلاها الكلام الفاضي. الياس خير؟ هلا قلب أصلاً شو رح يكون شغله بالضبط؟ يلي كنت أعمله من 20 سنة شو بده يعمل يعني؟ وهذا الشي عم يخليك مبسوط؟ أنا بحبه كتير لقلب أصلاً، ومن كم يوم وقت اللي انحكى ببيت أونال عن هاي الأمور ما بتعرف قديش قلقت عليه. ليش هنن شو حكوا؟ عن السي آي اي والموساد والاستخبارات، كأنه قلب أصلاً حابب يدخل بهيك أمور. كيف؟ حكوا هالشغلات قدامك أنت؟ قلت لهم بدي أقوم بس ما سمحوا لي. يعني حكوا قدامك عن قصص المخابرات مو هيك إسراء؟ ايه هيك. حتى أونال بيك قال له للعم أوزر يعرفه على العملاء. هيك لكان. لك الله يلعنك يا أونال أنت وكلابك، واحد واطي لك الله يلعنك. معلم وهبي، يعني أنا هلأ ما عاد سوق سيارة الرئيس؟ بدك تسوقها عدنان، أنت لازم تسوقها. روح جيب جهاز التحكم مفتاح الباب. إيه بأمرك، يلا أنا طالع دغري. معلم صرّك شي؟ ولك لو فتحت الحاجز ما كان راح يصير خير عدنان. تمام عدنان تمام، يلا جايين. ما في أي شيء اطمنوا. ليك أخ ثروات، أنت وصل النسوان على البيت ونحن بدنا نروح على الصالة. حدا فيكن يخبره لأبن خالتي؟ كله تمام لا تخافي، أول شيء منروح وبعدها منخبره. ثروات خليني أجي معك كمان، يعني مشان إذا بتخاف تروح لحالك. ليش بدي خاف يا مرة؟ روحي جيبي لي سلاحي. أنا ما بعرف أنت وين حاطه بس رايحة أشوفه. تعا حبيبي ابقوا طمنونا ماشي؟ تمام تمام لا تخافي، أكيد رح طمنك. روقي حبيبتي. يا روحي انتبه على حالك. يلا صوص. يلا بخاطركم. يا مرة شو صار لك قدام العالم؟ انت ليش هيك عملتي؟
وبعدين شو هالحكي هاد؟ بتخاف وما بتخاف؟ لكن بدك تطلقني يا ثروت؟ ولك هذا مجرد حكي وما بدي اسمع هالحكي مرة تانية ثروت قدام الكل. لما بدي صير لحالي بصير، بس مو عن طريق الطلاق. بروح وبعطي خضر لجنوطة الذهبية، هو رح يقوسك ايه وبصير أرملة. ما بعمل هيك شي؟ انت عملتي يا مبجل وهي بتعمليها. وينو؟ شو هو؟ لك مين هو فيكتور ومين هو هيكتور ومين سيكتور كمان؟ مين هدول أصوص؟ ليش منعرف مين اللي عم يقوس يا صهر؟ يا ريت منعرف مين. هالأسلوب بحياتي ما حبيته، لا بينفش قلبي باللي انصاب ولا باللي انقتل، لأنه ما بعرفهم. ولك ليش وقف هذا الحمار بنص الطريق؟ مو شايف الإشارة؟ ليش لا يوقف هيك؟ صهر صهر. انت منيح؟ بسيطة صوص. هلأ لشفت جرحة، أكيد ما رح تحس فيه لأنه سخن لسه. ايه انت طالعنا من هون بالأول. لا تخاف صهر، رح طالعك. روح عشمال. يلا. وصلنا لأقرب مستشفى. يلا شبك تحرك. لا تعمل منا قصة صوص، عملك بسيطة. ولك هذا خدش، مالك شايف حالك عم تنزف؟ مرتي ومرتك حوامل، هلأ بيسقطوا من الخوف إذا عرفوا. خلينا نروح على الصالة وهنيك منضمضة، وإذا صار أي شي منروح على المشفى. مثل ما بتريد أنت يا صهر. أخي أنت خليك دغري. منيح أنا منيح، لا بدي لا عملي ولا غيره. ريها روح قلن للدكاترة يلغوا هالعملية. شو هالحكي؟ الناس بالطابور على الكلية. الكلية اجتك وانت هيك بدك ترفضها؟ واقفين بالدور مشان يعيشوا، وانا اجت الكلية لعندي، هذا بيجوز؟ خلص بلا حكي فاضي سليم، لا تخليني جيبه لخضر المجنون يكسر هالمستشفى. ها بابا. ايه الرئيس خضر قال ما حدا بيتحرك من مطرحه. هني بصالة المعرض ما هيك؟ ايه بابا. إذا كان روح لا تخاف، ما رح أفارقه لأخي سليم ورح أكون معه كل الوقت. أنت فيك تروح على منوبتك. بأمرك بابا.
قلي عن جد إنه الرئيس خضر ترك الزعامة؟ اتركها. طلع إنه الكل عم يترك الحمل اللي فوق راسه واللي متعبه، قام هو تركها. أنا لو عرفان هيك ما كنت اخترته للياس. كيف بدي أعرف إنه هو رح يتعبه لخضر؟ هذا الشيء لحاله ما بيتعبه لخضر، ما بيتعبه ابدا، بس هذا مصاص الدم اللي اسمه أونال بعمره ما بيشبع دم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش ما رحت على المشفى يفحصوك؟ حدا بضم جرحه عند حلاق رجالي ولك؟ لا لا، حطوا عليها بودرة صفرة ووقف الدم، بسيطة. بودرة صفرة؟ ايه. برأيي هالرصاصة أثرت على مخك وبس وقف النزف، وقف تفكيرك معه. إذا خايف إنه تكون الرصاصة مصدية، أنا أخذت إبرة كزاز اطمن. أنتوا ليش ما بتروحوا على بيوتكم؟ ولا قاعدين هون بس لتخلوا الواحد يفقد أعصابه؟ ليش عم تعيط على الرجال؟ هو نفد من الموت. يا أخي أنا رح طق وأفجر، بس شوفوا كيف قاعد. السبب؟ بليلة واحدة قوصوا على ثلاثة منها. كيف بدنا ناخذ احتياطاتنا من هالكلاب؟ امبارح انت شو عملت يا الياس؟ قديش قوصت؟ شو كنت عم قوص على الفاضي؟ ولك يا ابني اتركن للولادي قوصوا كم رصاصة. صحري ها؟ صحيح معلم. شو الاخبار؟ ولا شي، لقينا كلية مشان المعلم سليم، وهو قال ما بيعمل العملية وبده يجي على الصالة. بالغصب منعوا ابي. بتقله يحل موضوع هالكلية فوراً ويرجع يقعد على الكرسي بأسرع وقت، ويقيم الياس من على الطاولة. هذا أكبر معروف بيعمل لي إياه. وأبي حكى معه بهالموضوع كمان يا ريس. وأبوك كمان ليش لحتى يحكي بهالموضوع أصلاً؟ شو ما في غير الحكي الفاضي؟ هدول الجماعة حاولوا يقتلونا، فهموها بقى. ألو عم تسمعني؟ ما في حدا الياس. الشخص المهووس اللي عم تتصل فيه خارج التغطية، اترك رقم وأكيد فيكتور رح يتصل فيك. ما بدي حدا منكن يطلع لحاله، بتضلوا مع بعضكن يا قطاع الطرق. بابا فخري اللي ريس، لمين بدك يعني يكون دادا هلأ؟ انت قلنا بابا، النسوان والولاد تحت حمايتك انت. اذا حضرتك كمان بتحمي حالك بيكون اريح لنا، اي واحد منا رح يحميك. بابا فخري. تمام ريس، ريحة وقلبين رح يحلوها على الطريقة اللي بده اياها اخي وهبي. اطمن ريس، بدون ما يعرف حدا بالبيت رح نحط هالراس في كل مكان، ولا حدا رح يحس عشي. انت طمن بالك ريس. أنا بالي مطمئن. الله يسلمك دكتور، الله يبارك فيك، فرحتني. منيح أنا منيح، كل شي بالسر مو هيك؟ ما رح أنسى معروفك هاد بكل حياتي. تسلم تسلم.
طمني ابني، إن شاء الله الأخبار منيحة. أمي قال أخي منيح، كليتي هلأ صارت عنده. ألف الحمد لله، ما بيلتقى ولد بهالدنيا ولا حتى أخ مثلك يا ابني أبدا. ولا بيلتقى أم مثلك أنتي. أمي بتعرفي كانوا دايما يقولوا لي خليك ذكي محمود، خليك ذكي. ابني ليش كانوا ينادوا لك محمود مو بولانت؟ لأنه كان عندي أخ توأم. اسمه محمود، قتلوه الله يرحمه. قولي علي، قولي علي، بس ليش قتلوه؟ لأنه ارتكب غلطة وهو ما عمل اللي كان لازم يعمله. بدعي الله يرحمه. بس انت عملت كل شي لازم ينعمل هلأ يا ابني، أنا شاهدة. الله يعطيك طولة العمر والصحة يا روحي يا عمري. انت يعني معقول بيوم مثل هاد محامية ومطعم وأكل هلأ وقته لهالحكي؟ شو بدي أحكي؟ ها؟ مرت أخوك شو بقلها؟ إلا خفنا وتراجعنا، ولا إلا أنه مبارح حوصوا علينا وما في داعي أنه نطلع اليوم؟ ها الياس؟ لا تقلا هيك، فيك تقلا شي تاني. شو ما في غير هاليوم لتروحوا؟ لكن بس تتزوج قول هيك لمرتك، ببيتنا أنا ماني ريس، فهموا هالحكي. أنا بس ريس عليك. اللي سمعت حدا بالبيت عم ينادي لي ريس شي مرة؟ لكن لا تزعل مني يا أخي، أنا ضروري أني يكون معكم بكل شيء. ما في داعي، أنا في عندي حارس أبطاي، شوفوا ليك قاعد مع الرجال. بهذا الموضوع أنت عملت الصح يا أخي، مبارح ما قدرت أني قلك هذا اللي كان لازم ينعمل معه. شو هاد؟ لازم ينحط له حد. استنيت يا الياس، استنيت وقلت لحالي يكون عمه للشاب وانتبه من دون ما عيط عليه وبهدله قدام كل الناس. انت فكرت تستنى وتصبر عليه؟ هلأ انا اللي طلعت غلطان ما؟ اذا بدك بكون انا. شو؟ شو رأيك؟ اللي انت شو بتفضل؟ انا ولا انت؟ ما في تغيير بالخطط تبعنا بنوك. إذا عمي عم يقلي سوق السيارة فبدي سوقها أكيد، وإذا بيقلي غسال السيارات بغسلهم. غايتي من الأساس هي حمايته، وأنا صار لي هالشي. وفيكتور ومواضيع الروس بحكي فيهم مع السيد أونال وأوزر بأقرب فرصة. وبشو بدك تحكي معهم؟ رح يعرفوني على السي آي اي هالفترة، وطبعاً إذا قدرنا نتفاهم مع بعضنا رح يلاقوا طريقة يخلوا فيكتور يجي لهون. ريها خير معلي. شو يلي عم يقوله؟ ولا شي، حديث عادي. قلب أصلان راكد ورا المشاكل. شو اللي صار؟ لهلأ ما صار شي ريها، ومشان ما يصير أنا رح أطلب منك طلب. أنت بتأمر. بدي إياك تراقبه منيح. وصلني خبر أنه رح يتعرف على ناس مو تمام، بدي أعرف خطواته كلها. تمام؟ إيه تمام. يلا رجع
عمي طلب منك تراقبني صح؟ نحن شو طالع بإيدنا يا معلم؟ ما عاد فهمنا شي، وأنا بكره هاي الحالة. ما في عندكن حل تاني بنوب، شو ما بيطلبوا عمامي بدكن تعملوه. إذا قالوا بتراقبوني فرح تراقبوني. قلب أصلان ريح حالك، أصلاً أنا عم راقبك من زمان كتير. إيه والله منيح. خضر تبعك عم يرمي حاله بالنار، واضح إنه لعبة الزعامة هاي بتمه كتير لأونال، بس هو عم يحاول يسحب أخوه ابن أخوه من خط النار. امبارح بالليل قوصوا على كل رجاله. ماتوا؟ لا، بس نفدوا كلياتهم على شعره. ما في شيء اسمه على شعره نفدوا من الموت يا نوزات. إذا بدك تقتل حدا بتقتله، وخاصة إذا فيكتور وراها. برأيك في حدا مستهدفون؟ ما حدا غير فيكتور. هدفه مانو القتل، هدفه بس يجمع الكل مع بعض. طيب شو بدنا نعمل؟ الواضح مو عاجبك إنه خضر تخلى عن منصب الزعامة ورجع الكرسي لأونال. لا ما عجبني، ما عجبني. ابن أخوه شو رأيه بهذا الشيء كله؟ هو ما قال شيء أبدا، عم يحاول يوصل مع أوزر لنقطة معينة. ما بعرف إذا خضر منتبه على هالشي ولا لا، هو عين وحارسه ليضل معه. الطريقة الوحيدة لحل خطوات أونال رح تكون اللعبة اللي عم يلعبها هو. هاي اللعبة إذا قريناها بشكل صحيح ما بهم مين بيستلم الطاولة، ما عاد مهم بنوب. هاي الحياة يا يلمز، اليوم انت موجود وبكرة بتموت، اليوم انت وكيل وبكرة بتصير مسكين. عم تقصد قلب أصلان؟ فيكتور، فيكتور هوغو اللي عم يقول. عم احكي عن البؤساء. عن مين عم تحكي أونال بيك؟ عن يلي عم يلعبوا لعبتهم بس مشان يخلوني انا اخسر يا يلمز. سيد أونال، يلمز قلت لحالي بمر لخبركن. شو مات خضر؟ من وين اجت هالفكرة؟ فيكتور قال انه رح يقتله لخضر. شو قصدك بقال؟ الصبح اتصل فيني وقال خلينا نتفق ونتفاهم، بس انا قلت له يا ترى انت مين لحتى اتفق معك، انت ما فيك شرف. قام سكر التليفون بوشي. شو يعني؟ يعني فيكتور ناوي يقتله لخضر. قلت انه هو بس قال. لو كنت بياع حكي يا يلمز كنت فتحت محل. اتصل فيني وطلب انه يتفق معي، هذا معناه انه رح يقتل خضر. بس لو خضر هو اللي متصل فيني وأنا بقول له تعال نتفق كان بيجي وبيقتلني إلي. بالنتيجة شو ردك على هالموضوع؟ بوب بيقول لاعب البوكر دائما بيخلق لحاله فرصة لحتى يفكر، وبتذكيرته للتليفون بسرعة حب يقول أنا رح فكر وإنتوا لعبوا براحتكن. طلعت بتفهم بلعبة البوكر منيح يا يلمز. متأكدين إنه ما حدا فيهم انصاب؟ أكيد أكيد، لأنه أنا أخذت المعلومات من عدنان بالتفصيل. أطلقوا 3 رصاصات بالهواء قدام الصالة، ومثل ما بتعرفوا رجالنا أعداء مع الكل فزعلوا من يلي صار. ما بعرف
هي القصة مشان مباراة ولا قصدينا الله أعلم. لكن ليش ما حدا منهم رجع البيت لهلأ؟ الرجال بيحلوا هالأمور، انتوا لا تدوروا كتير. بكرة ولا رجال منهم بيرجع البيت أبدا. يا أمي ما عم ندور وراهم، بس كلياتنا نشغل بالنا مشان موضوع قلب أصلان. والله انتي لو شفتيهم كيف طلعوا كلهم من البيت. لك هاي مبجل عم تقول ما في شي بنوب؟ إذا ما بتصدقوا الحكي صح فصدقوا لهالفتنة. الله يسامحك يا أمي، والله جرحتي لي قلبي. إذا كان قلبي تعبان ومو متحمل بدي أرقد ورا قلبك مشان أجرحه وزعله. يا أمي يا روحي أنت، حاولي تفهمي اللي عم أقصده. أنا هلأ همي إني إحمي عائلتي، همي إني إمنع بيتي من إنه ينهدم. بس إذا كان ابنك ما نو مهتم أبداً فمعناتها نحنا ما عنا بيت من الأساس. المحامية تبعك بدها تقول لابني هذا الحكي وخضر بده يسمعه ويرجع من يحمة الأول؟ لا يا أمي، بس المفروض أنه ما يقعد يقول أنه ما في طلاق بهالبيت. لازم يقول أنا حابب أنقذ بيتي وعيلتي، يا أما يفهم الكل بشو هو غلط. مرت أخي طولي بالك، أنت شايفة أن الوضع متوتر هالكم يوم. ليكي يا مبجل، اتصلت فيه وقلت له خلينا نأجلها لأنه الوضع مكركب. قال لي لا مكركب ولا شي. طيب لحظة، عدنان ما بيكذب علي أبدا بهيك قصص، خليني اتصل وأعرف منه شو فيه. لا لطفية لا تتصلي، ما ضل حدا وما عرف بهاي القصة. إذا ما حدا بيخبر حدا ولا بيوصل هيك خبر لعند نازلي بكون ممنونة. Thank you.